مرحبا، اليوم بتعمل انا وياكم طريقة تحضير جوانح بالفرن. عنا تقريبا كيلو ونص جوانح، غسلتهم منيح ونظفتهم، كمان 4 حبات ثوم نعمتهم بهيدا الشكل، ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل اسود، حوالي 5 معالق طعام خل، وعنا كمان ملعقة طعام شراب. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. طريقة جدا سهلة وسريعة. بحط الخليط كله بالجات، بحركهم مع بعض. فينا نقطع جوانح لقسمين وفينا نتركهم زي ما هني. هول الجوانح بعد ما قطعتهم هلا بنخلطهم منيح مع بعض. بسم الله. ما حطيت معهم زيت عشان الجلد كتير بتعمل دهن. الملاح فينا اذا حبينا نزيد بعد حسب الرغبة. هلأ بغطيهم وبنقعهم حوالي ساعة. هول الجوانح بعد ما نقعتهم ساعة هلأ بحطهم بالصينية وبنحطهم بالفرن. بسم الله. اكيد بحطهم الفرن على درجة حرارة 250 من الاعلى والاسفل. هول الجوانح بعد ما حطيتهم بالفرن اخدوا حوالي 45 دقيقة. هيدا الشكل النهائي. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.